تحت هيئة الدفاع للأستاذ المحيري المختطف منذ صبيحة يوم 31 ديسمبر 2021 لتسليط الأضواء على ملابسات تواصل اختطافيين، وأيضا لمدكم بتطور الحالة الصحية بعد إضراب الجوع وبعد تواصل إقامته بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب وقفة بمدينة بنزرت. احنا سميناكم اليوم باش نقول لكم انه بناء على قرائن متضافره ومتواتره بدات تتضح الصوره امام الدفاع. نحن عقدنا زوز اجتماعات مطوله وخلصنا الى انه مبررات الاختطاف بدات تتضح. الاختطاف كما تعرف صار صبيحه يوم الجمعه 31 ديسمبر. تم احتجاز الاستاذ الحيري لمده فوق الاربع ساعات في مخزن مهجور، وعرفنا لاحقا انه هذه الفتره اللي ما كانتش مفهومه علاش كانت بمحاوله استصدار بطاقات قضائيه رفض القضاء اصدارها، مما اضطر الجهه الاداريه الجهه التنفيذيه الى اصدار قرار في الاقامه الجبريه بمفعول رجل. وذلك خلانا فهمنا لاحقا علاش وقت اللي تم الاتصال بالسيده وزيره العدل انكرت اي علم لها بايقاف الاستاذ المحيري او باي تتبع ضده او بملابسات اختطافه كما قلنا. ثم لاحقا وقت اللي اتصلت بها السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس قالت انه اصدر قرار بوضعه تحت اقامه جبريه في الليل الفاضل. ايضا محاولات الضغط على القضاء ما كانتش فقط في تلك الصبيحة، وإنما تواصلت لاحقا في الندوة الصحفية الشهيرة اللي ذكرها للسيد وزير الداخلية. هي كانت ندوة صحفية بالاسم ولكن ما تمش السماح لكم بإلقاء أي أسئلة، وأشار فيها إلى قضية يتعهد بها قاضي التحقيق 13. تعرفوا انه تم اتهام القضاء والنيابه العموميه تحديدا بان هناك مماطله في تحريك هذه القضيه مما اضطر الجهه التنفيذيه الاداريه لاتخاذ هذا القرار الاداري. وتعرفوا انه اللي جاوبه من الغد ماهوش هيئه الدفاع وانما جاوبته النيابه العموميه وقالت انه القضيه خذت مجراها كما كل القضايا. ونحن في اطار دورنا رغم انه ماناش معنيين بالقضيه ولكن اتصلنا بالقضاء واستفسرنا عن هذه القضيه اللي ما كناش نعلموا بها، ولكن بعد الندوه الصحفيه للسيد وزير الداخليه وعرفنا انه الاستاذ المحيري غير مشمول به. وحتى زميلنا وقت طلب من القضاء قال لهم عيطوا له حتى لسيد شاهد، قالوا ما ثم حتى صفه للاستاذ المحيري في هذه القضيه توجب استدعائه ولو بصفه شاهد. ايضا تواصل الضغط على القضاء من خلال ما سمي بقضيه المرحوم الدبوسي، وهي قضيه فتح فيها التحقيق بموجب الفصل 31 للي ما يعرفوش هو الفصل اللي تفتتح فيه الابحاث ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث، بعد ان تاكدنا ان السيده وزيره العدل ألحت على أن يوجه الاتهام للأستاذ البحيري وعلى أن يفتتح البحث ضد الأستاذ البحيري، ولكن القضاء شاف أنه ما ثم حتى معطى، ما ثم حتى مبرر، ما ثم حتى شيء في الملف يخلي الاتهام يتوجه الأستاذ البحيري. ونحن أمامكم نتوجه بالخطاب للسيدة وزيرة العدل. نجم جاوبنا في ندوة صحفية كما جاوبنا السيد وزير الداخلية، إن كان عندها أي معطيات في هذا الملف تتجاوز المعطيات الفيسبوكية فلتتفضل بنشرها أمام الرأي العام الوطني والدولي. نتواصل أيضا التهجم، طبعا نقول لكم الاستخلاص مما فيما عرف بقضية تاكسيات بن عروس. احنا المساله تضحك فيسبوكيا ولكن ما ضحكش واقعيا، لانه ربطت بقضيه روح بشريه. نحن عندنا فيها زوج ملاحظات فقط.
الملاحظة الأولى رحم الله النقيب محسن العديدي وإن شاء الله الحق يظهر في ملابسات وفاته ولا قتله. وثانيا الملاحظة الثانية نقول أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بدرومبانيا أذن بفتح بحث تحقيقي طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائرية ضد كل من سيكشف عنه البحث. ونحن في هيئة الدفاع رغم كل ما قيل وكل ما يقال سواء إعلاميا ولا في الندوات الصحفية وإلا حتى في مجالس الوزراء نحن نلتزم بعدم التدخل في الأبحاث الجارية في القضايا التي يتعهد بها القضاء ولا نزيد على ذلك. الملخص نترك كلمة زميلتي الأستاذة العكرمي أنه أصبح واضحا بما يصل إلى القطع لدينا أن الأستاذ البحيري مختطف مش إلى أن يأتي ما يخالف ذلك كما قال السيد وزير الداخلية، مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام له. شادينه وحاطينه في مكان مجهول، توا مكانه معروف ولكن خطفوه وحطوه في مكان مجهول في انتظار أن يلفقوا له حاجة. هذه قناعة راسخة لدينا، واللي عنده رد على هذه القناعة فليتفضل. تفضل استاذ. معناها فتح وخذ المفتاح من عند الحارس
الدكتور هذايا وفتح المكان هذا وحط فيه الاستاذ الحيلي، واللي فما شكايه وتحال السيد وكيل جمهوريه بن زر احالها للفرقه فرقه مقاومه الاجرام بالوالي اللي هو شريك في الجريمه، هو شريك في الجريمه والتستر على جريمه الاختطاف وهي محل بحث الان. نحن عرفناه صدفه كما قلت قبل، مانيش باش نعاود معناها عرفنا مكان تواجده صدفه، عرفنا مكان تواجده صدفه نهار الاحد يوم الاثنين وزير الداخليه في 8 نتاع الليل يعمل ندوه صحفيه نتاعو، وقت اللي فشلت محاوله الاغتيال اضطر وزير الداخليه انه يعمل ندوه صحفيه، وحتى في الندوه الصحفيه ما طلعش الاستاذ بحيلي يقول شخصين، شكون هم الشخصين هذوما اللي تحديد التحقيقات الجبري؟ شكون هم؟ الاستاذ بحيلي ما فيهمش الى حد الان، بالتالي نحن صحيح نعرف المكان تو اللي هو مستشفى الحبيب بوكتفه، لكن انا نجم نمشي نزور بعد ما نلقاش الاستاذ بحيلي نلقاه هزم في مكان اخر، اما المكان اللي كان فيه او مكان اخر، وبالتالي هو مختطف ومختجز معناها ومختفي قصري جاي. بعد فشلة الندوة هذه جاب بها هو مسكرات هو شنو هو كان يدخل الأستاذ إنه معناها اتصلوا بالتحقيق فما حتى إنه مجرد شاهد ما نجمش يجيب يسأل. بعد ما لبستش يعني الصباط هذا كبير ولا صغير بتاع الباسبورات والجنسيات فتشوا صباطين، صباطين شنو؟ أو ولينا تو تاكسي ما عادش لبسنا صباط، لقينا تاكسي ركبناه فيها التاكسيات هذه. يقول لي إذا كان فما قضية مفتوحة، الأستاذ بحيلي هو موجود وماهوش فوق راس وريش لا هو لا هي، إذا كان فما اتهام ليه يتوجه الاتهام مباشرة يمشي يبحث، لكن مش نخليوه معناها 19 يوم ونحن نفتشوا في قضايا ونلفقوا في قضايا. المفهوم جيلاني الدبوس هذه الملف اللي توا كان يحكي لكم عليه زميلي ملف جيلاني الدبوس، المرحوم جيلان الدبوسي تم ايقافه في حكومة البيشي قايد السبسي والوزير العدلي وقتها العميد نزل قايد الشاب يعني في تسأتي وقتها وزير العدل العميد نزل قايد الشاب مش مرضي الحين ماهوش مرض حتى العميد نزل قايد الشاب مش هو وقفه وقفه قاضي تحقيق وقفه قاضي تحقيق فما ملف قاضي تحقيق الدائم الوقت لا يحكم الراجل وقتاش تسيب وقتاش مات بعد زوز مسره من الاستاذ بحيلي، الاستاذ بحيلي بعد ما هو شد الاستاذ نذير بن عمه ثم الاستاذ حافظ بن صالح سي الجيران الدبوسي المرحوم اللي لا يحكم مات وقت في عهد الوزاره معناها شنو علاقته بالحين؟ رغم انه وزيرة العدل كما كان يقول الزميل انه اكدت وحبت وربما مش هي ما تصورش حدا هي ما هي الا وزيرة مكلفة بالعدل. حبت انه الاتهام يتوجه راسا للاستاذ الحين. فالنيابة عندها وثائق وعندها اوراق. ف ارتأت الفصل 31 فصل 31 ضد كل من سيكشف عنه البحث وكل شخص معناها ما بداية من لازم قرن الشاب في حتى زاد الناس الكل تنجم تمشي تبكي تاني ما فماش حاجه موجهه للسيد الحين الى هذا الكل. ونعاود نقول انا محاميه والاستاذ الحين محامي ونحن نحترم القضاء وما حتى حد فوق القضاء، اللي عنده اللي فما اتهام جدي يبحث مش نحطوه في تركينه نخليهم باش يموت ونقعدوا فلسفه في القضايا. انا نقول لكم 19 يوم استاذ الكيري في غرابه عن الطعام. 19 يوم بدون دواء والحال انه يوميا هو عنده حالته الصحيه هشه، يوميا ياخذ 12 نوع من الدواء بصفه منتظمه ومستسلمه. اثناء 19 يوم بدون دواء، 19 يوم يعيش على سيروم في بعض الاملاح. ضغط الدم نتاعو يتراوح ما بين 19 ما بين 18 11 حتى ل 20 18 يوسف. السكر نتاعو معناها درجة مرتفعة.
التحاليل اللي يعملوا فيها فما بداية تخثر نتاع الدم، فما بداية انه الله لا يقدر ينجم يوصل حتى للدياليز. انا البارح معناها الاستاذ الحيري ما عادش ينجم ياكل، ينجم يروح لدارو في كاروس فعلا، ينجم يروح لدارو في شندرولون، ما عادش ينجم يقف على ساقيه. انا نقول لكم الطبيب نتاعو اش قال، طبيب زاروا طبيبه الخاص. انا شكرا من الشكر وثمن مجهودات الاطباء الطاقم الطبي اللي في مستشفى الحبيب بوقاتي، الشكر والشكر الكثير ليهم اللي هما قايمين بواجبهم بصفه معناها كبيره. لكن الطبيب الخاص مشى يوم الاحد البارح مشى زار وعمل فحصه وفما وعمل تشاور هو والاطباء نتاعو، شو يقول لي؟ يقول لي كون بعد فحص ومشاورته مع الاطباء المباشرين به كون حالته صحيه، ما عادش نقولوا خطيره، خطيره جدا. حالته صحيه خطيره جدا ومواصله الاضرار عليها، فيها مضاعفات توا على القلب وعلى المخ، وفي اي لحظه استاذ الحيلي نجم معناها يدخل في غيبوبة وتجي جلطة وممكن يتوفى فيها. أنا بعد 19 يوم معناها راجل لا ياكل لا يشرب بلاش دواء، سيروم في بعض الأبدان، فما مضاعفات خطيرة، معناها نجم في أي لحظة يدخل في غيبوبة وما عادش معناها نجمو نرجعو لقدام، نرجعو لتاني، ما عادش نجمو نرجعو لتاني. هذا شخص بالحالة هذه شنو النجم اذا كان ما عندوش قضايا، ما عندوش ملفات، حاولتوا باش تعملوا ملفات وما نجمتش، ما نجمتش، ولا كتبتوا لنا صبات في الاخر تاكسي، حتى التاكسي هذه ما نجمتش فيها، شنو القدام؟ باش ترجعوه للغابه هذه؟ باش تخلوه يموت؟ انا نحمل هنا المسؤوليات، انا نحمل مسؤوليه قيس سعيد، نحمل مسؤوليه توفيق شمس الدين، نحمل مسؤولية كل من خطط وكل من نفذ هذا الاختطاف. الجمعيات الدولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتبرت أنه جريمة الاختطاف القسري، الاختفاء القسري، هي جريمة أصبحت مكتملة الأركان، مكتملة الأركان. وأنا معناها مانيش باش نسلم، لا أنا لا ولادي، حتى كان هو مات، أنا وأولادي مانيش مسلمين. وإن باش نتبعوا الآخر معناها الآخر نقطة في حياتي، آخر دم نقطة في دم في حياتي، نجم نمشي، أنا مانيش باش نسلموا في حسابي حي ولا ميت. كل الجمعيات الدولية اللي أنا نشكرها بالمناسبة، أنتم راكم هناك بيان معناها الهيئة الوطنية للقايمة للتعديل، بيان الصحفي المفوضية السامة لحقوق الإنسان، اعتبرت عملية اعتقال الحيلي وذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام بن علي في اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية. منظمة العفو الدولية تدعو الإفراج عنه فورا واحترام المحاكمة معايير المحاكمة العادلة. الوين سيتين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يومن رايتس ووتش، كلهم أكدوا أنه هناك جريمة، جريمة ولات ثابتة، جريمة أركانها مستوفية، جريمة الاختفاء القسري. أنا نطلب من هذا المنبر، هو مش الإفراج عليه، هو توا رهينة، هو رهينة، هو رهينة، ماهوش معناه لم يقع معناه الاحتفال به باش أنا نطلب الإفراج عليه، تحريره من قبضة مختطفين، تحريره من قبضة مختطفين. وكلمته هو في كل يوم أنا نمشي نلحي أنا وأولاده على أنه ياكل ويشرب وكل، شو يقول لي أنا ما ناكل وما نشرب كان في داري، والناس اللي اختطفتني يجب محاسبتها، الناس اللي اختطفتني واللي حطتني في مكان معناها معزول عن عن كل عالم، عن عائلته، يعني مكان الاختطاف القسري من الشروط نتاعو انه يتعزل عن عائلته وعن محاميه، انه حتى حد ما شافه. انا اليوم السيد العميد يظهر لي اتصل بوزير الداخليه باش الزملاء والاستاذ
السادة معناها العبيد عبد الرزاق الكيلاني والأستاذ سمير دينو والأستاذ نعمان الفقي إنه ربما كان ما ينجموش اليوم يتصلوا ويزوروه لأنه هما مانعين عليه كل الزيارات لا عدا أنا وولادي. ما ينجموش هما يمشيوا اليوم يحاولوا يعني أنا معناها عجزت معناها أنا عجزت معناها حاولت عجزت يحاولوا إنه يقنعوه بفك الأضرار. وهذايا رغم إنه هو حكيت معاه ويقول لا، لكن إن شاء الله يمشيوا زملايا إنه يحاولوا معاه يفكش الأضرار، لأنه حالته خطيرة ومن ساعة إلى أخرى إنه ينجم يدخل في غيبوبة وينجم تصيروا جلطة، خاصة إنه عنده أدوية تاع ضغط دم تاع عدة أمراض أخرى، وممكن معناها وقتها ما عاد يفيد حد شيء. فعلا ما عاد يفيد حد شيء، لا تركب له قضية ولا تركب له حد شيء، وقتها نختصموا قدام ربي، وقتها نطالبوا قيس سعيد معناها فعلا في شرف الدين، وكل ما نخطط انه قدام ربي راهو نتقابلوا، فعلا نتقابلوا وما نجمش نسلموا في حقه، وما نجمش نسلموا في حقه اذا كان توفى، وما هوش باش نسلم في حقه اذا كان بقى حي. شكرا. تفضل إذا كان عندكم بعض الأسئلة نكمل لكم، نحن على سعادتنا باش نتفاعل معكم. إذا ما عندكمش أسئلة نقول لكم الصحة، وشكرا.